ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الاعزاء. الحقيقه لما انضميت للحمله الوطنيه لدعم الرئيس السيسي خدت كميه شتيمه رهيبه ودعاء فظيع، ولما بتكلم عن سياده الرئيس بشكل يليق به بلاقي شتيمه غريبه على الفيسبوك وعلى صفحتي وعلى اليوتيوب. ليه بتعملوا كده؟ وبرضه لما اتكلمت عن احتفالات اكتوبر المحترم جو تمام اتكلم عني واتريق علشان جايبه او بتكلم عن مطعم كبده، هو بتاع الكبده ده ماله؟ راجل بيشتغل وبيعرق وبيتعب، وعلشان كده بقى انا جبت كبده تاني. وريني هتعمل ايه؟ هنطلع دلوقتي مع تقرير كبده الحرش الاصلي، ابقوا معنا. مشاهدينا الاعزاء اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم هي وادم. النهارده من الاسكندريه وبالتحديد من سيدي جابر. النهارده يوم مميز جدا لان النهارده افتتاح كبده الحرش الاصلي فرع المشير بسيدي جابر. كل الناس هنا مبسوطه بافتتاح كبده الحرش الاصلي، اجواء من البهجه، اجواء من الفرحه، كلنا دايما بنكون معاه في نجاحاته، كلنا مبسوطين بافتتاح كبدة الحرش الأصلي فرع المشير بسيدي جابر، ابقوا معنا. مع حضراتكم بصاحب كبدة الحرش مستر هاني الحرش، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا وشرفتونا يا فندم، شرفتونا وإحنا مبسوطين إن أنتم معانا في الحفلة النهاردة. دايما مع حضرتك في كل نجاحاتك وكل افتتاحاتك، وألف ألف مبروك على الفرع الجديد، حاجة مميزة جدا جدا جدا. وكمان أكيد لما الناس بتحب الحاجة بتستمر حضرتك، يعني استمرارك من نجاحك من حب الناس ليكوا. الحمد لله رب العالمين، وده توفيق من ربنا علينا وبالعميل العملاء بتوعنا ما شاء الله عليهم، مبسوطين بكبده الحرش واحنا تحت امرهم في كل طلباتهم اللي كانوا عايزيننا في شارع المشير. فعلا الحمد لله ربنا كرمنا ونزلنا شارع المشير وعملنا حاجه كويسه بفضل الله علينا. دايما ان شاء الله باذن الله دايما نتابع نجاحاتك ونتابع فروعك في مصر كلها لان حضرتك تستاهل. طبعا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن حاجات كتير، برضو عايزين نعيد للجمهور ونعرفهم ان تميزك وسر تميزك هي جودة الخامات اللي عندك. هو الجودة الحمد لله ربنا كرمنا بيها، وشغالين مع باشمهندس محمد سامي فتح الله، من الناس المحترمة جدا ومن الناس الكويسة، ومنتج يليق بالحرش بفضل الله. حضرتك كنت قايل لنا في الحلقات اللي فاتت قد ايه المنتجات مميزه، والسر في ان كبده الحرش اي حد بياكلها مش بيحصل له حرقان، بيبقى عايز ياكل تاني وتالت ورابع. يا ترى قول لنا السر تاني عشان ما تفرجوش على الحلقه اللي فاتت، يتفرجوا على الحلقه دي ويعرفوا. والله احنا تملي يعني بفضل الله علينا بنقي المنتج الكويس، وتملي انا موصل العماله اللي هي تغير الزيت باستمرار وينضفوا الطاسه ذات نفسها ويظبطوها وتبقى كويسه في التحمير والزيت يبقى نظيف استمرار، فعشان كده بتبقى المنتج طالع كويس. الحلقه اللي فاتت في بعض العناصر الاخوانيه اتريقوا علشان احنا كنا بنصور معاك في شهر اكتوبر. انا عايز اعرفكم ان مستر هاني ده حد وطني جدا وبيعشق بلده، وتحيا مصر، وعايزاك تقول لهم تحيا مصر ويحيا 6 اكتوبر. طبعا تحيا مصر وتحيا 6 اكتوبر، وتعيش بلدنا في امان واستقرار، ويبعد الناس اللي هي يعني مش عايزه البلد تبقى كويسه ومش لا احنا ان شاء الله هنبقوا كويسين وهنبقوا في افضل، واحنا عايزين نشتغل ونبقى مصر بخير وعايزين كل حاجه يعني تكون حاجه كويسه. لكن هم بيتكلموا بقى علينا ويقول لك الناس دي مش بتشتغل، والناس دي عشان احتفال 6 اكتوبر دي بلدنا، وهنحتفل ببلدنا وهنشتغل في بلدنا، وبلدنا في تقدم ان شاء الله باذن الله. أكيد بلدنا في تقدم طول ما هي فيها ناس مميزة وناس بتشتغل وناس بتتعب وناس مش قاعدة للقيل والقال، قاعدين يشتغلوا وبس زي أمثال مستر هاني الحرش. مشاهدينا الأعزاء من داخل كبدة الحرش ابقوا معنا. مشاهدينا الأعزاء ما زلنا معكم في افتتاح مطعم كبدة الحرش الأصلي من الأسكندرية سيدي جابر شارع المشير. معانا ومعاكم والدة أستاذ هاني الحرش، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيكي ومرحبا بيكي، الله يكرمك يا رب، واسكندرية عندنا نورت. ربنا يسعد قلب حضرتك، ما شاء الله إيه الافتتاح الجميل ده؟ الله ده الحمد لله من دعايا لي، وربنا يكرمه ويوسع عليه.
ويخلوهولي يا رب يا هاني يا رب. ربنا يوسع عليك كمان وكمان ويكفيك شر عين الناس. حضرتك فخورة بابنك يعني وما شاء الله ونجاح؟ طبعا طبعا طبعا، ده ابني نور عيني روح قلبي، كل الناس بتهنيني لأنا أم الحرش. الله يكرمك يا رب ويوسع عليك كمان وكمان. اللهم أمين يا رب العالمين، ودايما بدعواتك الجميلة ودايما بكلامك الجميل. نحب نتعرف على حضرتك. أهلا وسهلا بيكي. حضرتك بقى وراء كل رجل عظيم امرأة، حضرتك زوجة أستاذ هاني الحرش، تحب تقولي له إيه النهاردة في افتتاح في اليوم الجميل ده؟ بقول له ألف مبروك والنجاح نجاح إن شاء الله. ربنا دايما يسعدكم ودايما من نجاح لنجاح ودايما في تطور. ربنا يخليك ميرسي لذوقك. من داخل مطعم كبدة الحرش الأصلي برضو بنلتقي مع مستر هاني، وطبعا بنشوف قد إيه المطعم فيري بيزي ما شاء الله، وقد إيه الناس مبسوطة وقد إيه الناس متجمعة عشان الافتتاح ما شاء الله. شايفين الحمد لله شرفتونا ونورتونا وربنا يعني. انت ايه راي حضرتك؟ انا بقى بسالك. ما شاء الله لا بجد يا جماعه الريحه تجنن وما شاء الله لا قوه الا بالله. المطعم بيزي جدا ما شاء الله، اللهم بارك. الناس كلها مبسوطه بالافتتاح النهارده، الناس كلها عايزه تدوق كبده الحرش الاصلي، الناس كلها عاجبها الطعم جدا جدا جدا. ربنا يبارك لك وده شرف لينا وانتوا نورتونا والحمد لله رب العالمين، واحنا بنجتهد عشان نطلع حاجه كويسه والله للعميل. وزي ما وعدنا الجمهور بتاعنا اللي احنا نعمل محل في سيدي جابر شارع المشير، والحمد لله باذن الله ربنا كرمنا وعملنا محل والناس مبسوطه جدا جدا بينا بفضل الله. وعدتم ووفيتم ودايما كنتوا قد الوعد، وقد احنا مبسوطين، ويا رب ان شاء الله باذن الله توفوا بوعدكم في جمهوريه مصر العربيه كلها، ويبقى ليكم فروع في كل مصر ان شاء الله. ربنا يبارك فيكم يا رب ويخليكم لينا وربنا يا رب ييسر الحال علينا كده ونقدر وان شاء الله باذن الله نعملوا فروع ثانيه في اسكندريه ونشتغل، وان شاء الله ربنا هيكرمنا وجمهورنا. الحمد لله رب العالمين مبسوط جدا والعميل عندنا مبسوط الحمد لله رب العالمين. دايما من نجاح لنجاح ومن تقدم لتقدم لكبده الحرش الاصلي. مشاهدينا الاعزاء ابقوا معنا. مشاهدينا الاعزاء ما زلنا معكم من افتتاح كبده الحرش الاصلي، ومعانا ومعاكم احد زائرين كبده الحرش الاصلي. نحب نتعرف على حضرتك. محمد، بصراحه منتج محترم جدا، وانا كنت حريص ان انا اجي الافتتاح، وحاجه مشرفه ومقابله محترمه ومنتج محترم جدا، وما شاء الله يعني من نجاح لنجاح. ما شاء الله، حضرتك متعود دايما ان انت تاكل من كبده الحرش الاصلي؟ اه طبعا، حتى الاولاد في البيت بياكلوا منها. ما شاء الله، معنى ان انت بتثق ان اولادك ياكلوا منه، فاكيد انت حابب طبعا هم ناس ليهم اسمهم يعني، وانا بتعامل معاهم من زمان بصراحه. جاي النهارده تاخد كبده الحرش الاصلي، ايه رايك فيها؟ جميله بسم الله ما شاء الله، جميله جميله. دايما متعود تشتريها؟ ان شاء الله. ايوه تمام. انت بتحبي كبده الحرش الاصلي؟ طعمها حلو قوي بصراحه، اكتر حاجه بحبها. بالهنا والشفا. لما بتاكليها بتحبي السبايسي ولا العادي؟ لا السبايسي بحبه اكتر. الف مبروك، المكان هنا حلو قوي، وكمان الافتتاح فظيع كده شكله، من كمان من فوق كده من البيوت بقى يقعدوا يتفرجوا عليه، شكله حلو يعني انك تبصي تتفرجي عليه. ما زلنا معكم مشاهدينا الاعزاء وبنلتقي بزائرين كبده الحرش الاصلي. تحب تقول ايه لاستاذ هاني في يوم افتتاحه؟ الف الف مليون مبروك من نجاح لنجاح، وربنا يجعله فتحة خير عليك وعلى عيالك يا رب. الف 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 مبروك، وربنا يتمم له الخير ان شاء الله. افتتاح مميز جدا، افتتاح كبدة الحرش الاصلي فرع المشير سيدي جابر. شفنا قد ايه الاجواء احتفالية والانوار، شفنا قد ايه الناس مبسوطة، شفنا قد ايه كمان كل الناس مبسوطة وممتنة جدا للخدمة المميزة، لنظافة الاكل، لطعمه الجميل والسعر اللي على قد الايد كمان. مشاهدينا الاعزاء لو حابب تشتري من كبدة الحرش الاصلي، ارقام التليفونات موجودة على الشاشة، والعناوين كمان موجودة على الشاشة، ورقم الدليفري موجود على الشاشة. مشاهدينا الاعزاء كنا معكم من سيدي جابر شارع المشير محل كبدة الحرش الاصلي، وكنا معكم في الافتتاح. مشاهدينا الاعزاء اشوفكم على خير. اتفرجنا على الحرش. بصي بقى يا جوشو، بصي يا جوبي، يا جوبي، مش انت اتريقت عليا عشان جبت الحرش؟ راجل مصري زي الفل. اديني جبت الكبده وجبت الفينو وجبت الترشي وهاكل كبده الحرش. يلا باي باي بقى، عشان دلوقتي انا هغمس
واكل كبدة الحرش، واسيبكم مع التقرير واشوفكم على خير.